سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيام وصفا مره فعامه النواحي في لحيه ديالنا، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في غالب المناطق ما عدا في النواحي الشرقيه، ويمكن يضربوا شي رعدات في المناطق الجبليه والنواحي القراب لهم. الريح غادي صوت شمالي غربي وبقوه معتدله وما مجهده شويه الا في دكاله وناحيه السوس. الرطوبه في الجو ما بين 55 و80% في كل النواحي ما عدا في درعا وتفيلات فاش غادي تبقى قل من 35%. الحراره وسط النهار غادي تبقى معتدله 24 درجه في اللوكوس عبده والاطلس المتوسط، 26 درجه في واد الذهب، 27 درجه في الريف والمنطقه الشرقيه، 28 درجه في ناحيه سايس، 29 درجه في الشاويه دكاله سوس والساقيه الحمراء، 31 درجة في الغرب تادلة وناحية الحوز، 33 درجة في ناحية التفيلات، و34 درجة في ناحية الدرعة. إذن الحال غادي يبقى معتدل وفيه شوية ديال الغيام مع شي نشاط ديال الشتاء في غالب المناطق. الريح معتدل في القوة ديالو والرطوبة طالعة في الجو مع حرارة معتدلة. وفي هذا الطقس خاصنا نردو مزيان البال مع مرض الميلديو اللي يمكن يشد ويتكاثر في الداليه بالخصوص في المناطق الساحليه اللي فيهم الرطوبه طالعه في الجو وفيهم شي نشاط ديال الشتاء، ويمكن يكون احسن الا نحاولوا نديروا الوقايه ضده قبل ما يبان بالادويه الخاصه، وان شاء الله بالتوفيق والله يكمل بخير.